كيفاش جبتو العريضه؟ كيفاش تشكلت العريضه؟ اش عندي انا هو حقيقه العريضه الصراحه حنا كنا كنطالبوا فيها. اسمح لي يا كنا كنطالبوا فيها وكنا غير نتائج ايجابي. المدرب الاجنبي خصو يكون شي يكون احسن من لاعب مواطن. جيبوا المتمرن احنا بغينا نجيبوا المتمرن. احنا بغينا نلعبوا المتمرسين. فدابا نعاود لك قبل ما نديروا الفرقه اش كان طاري؟ جينا عند دالدر، جينا عند عبو، جينا عند فريكا، جينا عند هذا اللي بغينا ناسسو نجيو عند هادو، وملي بغاو نلعبو نجيو عند واحدين اخرين. اش كيفاش الماركي؟ الماركي الحمد لله حضر الزا هادي اللي ما تقبلنا. واحد عاوننا، واحد عاوننا على الانسكريبسيون، عاوننا على تونيز، عاونا على الليباس، عاونا على كل شيء. عاون الفريق وفي الاخر جينا ما لقيناش. قال لك لا ما يلعبش، ما كيعرفش يلعب. وحنا في الاول بغيناه وكان عفوا ولكن لا تونيات ما جاكمش عاون الفريق. تونيات الله يسامح الفريق. البيضي لكم ثلاثة الاخرين. البيضي مش كنا كنلعبوا شويه مع الاخرين. هذوك جاو من الجامعة هذوك في الاخر. وفين هما؟ وراه قدام السويقة. شاف الضمان، شاف فين عطاهم زعما يتفهموا. هو قال لك دير فريدة. قاعد زي ما نخسر لها.